بونجور واضح، أنا لي نيو فاتليان، عمري 35 سنة. آخر 3 سنين كنت عم غني، وهلأ I'm the first female sanitary worker بلبنان. Écoute, des filles zbele on the side of the roads. شفت انه في كثير زباله فقررت شوي شوي نظف. بعدين رحت على الشركه تعرف ليه نحن بهالكرايسس، وعرفت انه في كثير فورنرز فلوا من وراء مشكله الدولار، فقلت لهم اذا بدكم موظفين انا بشتغل. شوي they were surprised، بس بعدين قلت لهم I'm very serious. فهي كثير مبسوطه، وكثير مبسوطه من العالم اللي عم بتعرف عليهم وعم بيبتسموا وعم بيقولوا انه عم بيشوفوا شوية هوب. ينظفوا ولا مرة شفنا الشارع غير النظافة. ما أحلاكي ما أحلاكي. ماشي. إن شاء الله الكل بيتمثل فيك. إن شاء الله. أكبر تحدي كانت هالعلبة. لأنه أول نهار عبيت فيها وقالوا لي ما تعبيها كلها تما تكون تقيلة. عبيت شوي بس لأنه هي أتقل وأطول مني. فأنا عم كبها بالعلبة الكبيرة وقعت لجوا. كان أول نهار كان غريب شوي، ما كنت عارفة إنه العالم شو رح يحسوا. ما كان في تنمر، بس كان في مسيو كنت دايماً بشوفه عم يمشي. الطريقة اللي إجا لعندي وحكاني إنه هون نطفي هون، استغربت شوي بس ما كان على بالي اسكت. قلت له باي ذا واي انه انا كنت بمشي هون وبتسلم علي، هلا يمكن ما عم تتعرف علي لانه لابسه كوستيوم، بس انه انا بعرفك. انا بحس لازم يغيروا طريقه التفكير. انا مش حاطه براسي انه بدي اغير كل العالم. في عالم موجوده ما بتفكر، حتى اذا قلت لهم انه ما تكبوا على الارض رح يضلون عم بكبوا. هلا بدي افكر بالعالم اللي عم بيتغيروا اصلا. قولوا هاي للعالم، قولوا لهم يجوا ينطفوا تاني مره. هاي حلوه. الشيء اللي تعلمته انه اعطي قد ما فيه. Without actually expecting anything in return يعني. ميبي الشيء اللي تعلمته انه ما كان لازم كل هول السنين خليهم جواتي واستحي، مش استحي بس خاف من جادجمنت او بتعرفي السوسايتي كيف، عرفتي؟ فبس هلا اونستلي وصلت لمحل